حدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عن الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عن الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله